السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا نتكلم على موضوع الساعة، اللي هو موضوع اللقاح، موضوع الجواز الإجباري. بغينا نشوفه هذا وزير الصحة اللي هو لازم يتحمل المسؤولية والمحاسبة، هذا الوزير المستبد. حتى لو يكون هذا الوزير مخرج هذا القرار ديال الجواز التلقيح، غير انه تكلم عليه او انه بغى يبين انه كيتكلم على اجباريات الجواز، لكن خصو يتحاسب عليه لانه موافق عليه. واش هذا الوزير هذا ما عنده عائله، ما عنده ناس، ما عنده حباب، ما عنده حتى شي حد اللي دار تلقيح وتضرر منه؟ هاد الوزير كيبين لينا بحال هو من دوك الناس اللي كانوا حلفوا شحال هادي على المغاربه، قالوا لهم والله حتى نربيوهم، وشكله هو بدا في تربيه المغاربه باجباريه التلقيح واجباريه الجواز. الجواز ماشي مشكل، الجواز كان فينا نديروه لان لقحنا الاول والثاني، ماشي مشكل. والشعب ما كيقولش احنا ما بغيناش، بغى الشعب باغي يلقح والشعب باغي يدير الجواز، لكن كثرة التلقيح اللي كتظهر من وراه واحد المشاكل صحية هو اللي الشعب باغي يعرف اشنا هو السبب ديالها. مثلا وزير الصحة واحد النهار ناض كيدلي في البرلمان وتيقول ان احنا كمغاربة عندنا 485 طبيب في مصحات خاصة، اوكي، ومستشفيات العمومية عندنا 222 طبيب. كيفاش انت عندك هاد الاحصائية وكتجبر الناس على التلقيح اللي انت جيتي كتحل المشكل ديالو وعندك مشاكل كبيرة وعويصة قبل، خصك تحل المشكل ديالها عاد باش يجي تجي عند الشعب وتقول له الشعب خصك دير تلقيح اجباري لان غيعرفوك انك تخاف لهم على الصحة ديالهم. والتلقيح ماشي اجباري لكن هو اختياري، وهذا الكلام قالوا جلالة الملك نصره الله في خطاب ديالو جعل لسانه. المشكلة هو ان وزير الصحة كينوض يشوف شي حويج من المنظور ديالو هو، اللي شافهم هو واللي جلس مع الحكومة وتكلموا عليهم هما بجوج وحبوا يربيوا كيف ما قلنا الشعب، لانه اكيد انه هو من هذوك الناس اللي قالوا غادي نربيوا الشعب وهما بداوا التربية. وهاد الحكومة اللي جات كتلوح المشكل ديالها اللي دخلت بيه وكتقول ماشي احنا، يعني هما باقي ما بداوش، هما دابا تيساليو غير داك الشيء اللي داز في داك الحكومة اللي خلاتها، اللي خرجت الاخرى وقالت والله تنخليكم نديروا الصداع مع الحكومة الجديدة، مع انه كيبان ان الحكومة الجديدة هي اللي بغات دير المشاكل مع الشعب، لان هي اللي حلفت على الشعب انها غادي تربيه. مع العلم ان المغاربة ما كيترباوش، هما مربيين وما كيجيش واحد يربيهم. المشكل ديال وزير الصحة هو خصو ينوض قبل ما يتكلم ويعطي هاد الاحصائيات ديال الاطباء اللي هي قليلة في حق 40 مليون نسمة ديال المغاربة. ينوض ويقول لهم خصنا نشوفوا اولا، غادي نبداو غنديروا واحد المخطط وغادي نديروا واحد الجدول وغادي نبداو نشوفوا مناش كيجي هاد الخلل ديال العوارض ديال الجروحات ديال التلقيح اللي كيتشكى منها اي مغربي، تيقول بان هاد التلقيح كيدير لي الشلل، كيدير لي العمى، يعمر لي الشهيه، ما كناكل شاي، كنسخف، كندير بزاف ديال العوارض اللي كيتشكاو منها المغاربه. خص وزير الصحه يبدا بالنقطه الاولى انه هو بعدا يدير هاد البادرة هادي، يشوف ناش، لأن وزير الصحة هو خصو قبل ما يدخل هذاك اللقاح الأول والثاني، نقول حنا الأول والثاني مشى بسلام، لكن الثالث والرابع اللي متخوفين منه الناس ومنوض هاد الضجة، خصو ينوض هو يشوف هاد العوارض منين كتجي
ويكون صادق مع نفسه، ماشي لا حيت دخل الفلوس وربح من هذيك الفلوس غادي يقول لا حقا احنا ما غاديش نقدروا نوقفوا هذا الشيء ونخسروا هذا الشيء ونعاودوا نجيب. لا هو ما كيخسرش، بالعكس هو الا جاي يدير هذا الشيء وغيعرف ان هذاك داك اللقاح ماشي مزيان راه غادي يربح بزاف ديال الحوايج، غيربح المغاربه وغادي يقبلوا عليه كوزير صحه، وممكن يقول بان راه غادي يزيد بهم للقدام، ماشي راجع بهم اللور ووقف في بلاصتو فين خلاوه الاخرين وباقي كيكمل مع الاخرين. وهاد وزير الصحه اعطي السلطات حتى للسلطات ديال بحال مثلا القيد اللي كيتعدى على عباد الله، اللي كيكون عارف هذا عساس في هذه البلاصه وهذا كونسيرج في هذه البلاصه وهذا موظف في هذه البلاصه، وكتجي الاخبار من عند المقدم ومن عند الشيخ ان هذاك السيد رغم انه ضعيف في الـ في الـ في الوظيفه ديالو اللي هو كيشوفها ضعيفه، اللي هذه الوظيفه اللي الصغيره اللي كان حنا بعض الناس كيحضروها راه هي المكمله ديال الوظيفه الكبيره، لان الا ما كانش هذاك الغارديان وما كانش هذاك العساس وما كانش هذاك الطباخ وما كانش هذيك خدامه وما كانش هذاك السيد اللي حارس ديال الباب راه ما غاديش يكون هذاك تكون ديك الوظيفه ديال الوزير وانت نازل تتوصل عندهم، لانهم هما اللي تيكملوا لك، هما اللي كيساعدوك، هما اللي كيجهزوا لك الحاجه اللي كتكون انت مرتاح فيها، راه ما كتكملها لك لا المراه ديالك ولا الاولاد ديالك ولا حتى شي حاجه، وانما ديك الوظيفه الصغيره اللي كتكون محقوره هي اللي كتكمل لك هذاك الوظيفه ديالك اللي انت كتحقر بها هذاك الصغير، كيف ما تنقولوا الا ما تجمع المياه حتى كيكون الريال. كينوض هذاك القيد وكيدمر هذاك الموظف الصغير مجرد ما كيعرفوا بان راه رفض التلقيح او هذاك التلقيح دار ليه شي مشكل، وناض هذاك السيد البسيط هذاك المواطن ناض قال بالله راه هذاك التلقيح هادر ليا، كيوصلوه دغيا عند القيد وكيقولوا ليه دار كينوض يوقفوا ولو انه عنده حق بالوظيفه ديالو كيوقفوا. علاش تقول علاش؟ بالعكس انت خصك الضرر يبان باش يبان الحق، خاص الضرر يبان. هذاك السيد شكا؟ لا، منين تشكى يعني كاين واحد الضرر، ماشي هذاك الضرر حنا سمعناه من عند واحد وجوج وثلاثه ونخليه كيتكاثر، نقولوا حنايا هاد الناس غير تيكذبوا، علاش عاد ناضوا كيقولوا كاين شي حاجه كاين شي خلل، هاد الناس غير ناضوا تيكذبوا. لا، منين ناضوا تيكذبوا غادي نوضوا نحققوا ونديروا تحاليل ونقوموا، لان الدوله عندها اجهزه كامله وحق انها تكذب شي واحد تيقول وتيضرب في داك اللقاح وتيضرب في هذيك الصحه، ماشي تينوض وكيعدم هذاك المواطن هو في الحياه ديالو وكيوقف ليه المدخول اليومي اللي انه كيمنعو من الخدمه ديالو، وتيقول له علاش بطريقته نطي كتهضر على هذاك التلقيح وكتقول انه هذاك التلقيح ماشي بالصح. ثانيا هاد وزير الصحه اللي جا وغيتخلط علينا وقال لنا غادي تنوضوا ديروا هذاك الجواز، يكون الجواز لانه كيجبرك باش دير التلقيح، وتيخطب وتيقول لازم باس لازم باس باس. على شو؟ على شنو هذا الباس؟ على ان العيالات اللي كينوضوا تيكونوا حاملين وتيبغيو يمشيو يولدوا في المستشفيات وكيلقاو السراير ما كايناش، او لا مثلا كيلقاو الموظف اللي هو برا هو ابسط الموظفين اللي مازال حنا كنهضروا اللي كتعطوهم نتوما السلطات اللي كتقدموهم كمدابزه بينهم وبين الشعب اللي كيجي كيوقفها تيقول ليها ما كاينش السرير، او موظف ديال الصحه او موظف ديال الامن الخاص كيقول لها ما كاينش السرير ما تدخليش، وهذاك المواطن اللي جايب مرته ولا جايب اختو ولا جايب جارته ولا جايب اي حد لقاه في الطريق وقال لي عاوني راه بغيت ندي المراه ديالي للسبيطار وكيجي وكيبغي يدخل، اول ما كيطلع عليه الدم كيطلع عليه هذاك الموظف اللي كي هو واخا ما يكونش هذاك السيد قاري اللي جايب المريضه وجايب الحامله كيشوف بالله هذاك ما عندوش حق. كيفاش يعني وصلاتو المعلومه اللي هي المعلومه تتكون هاد المعلومه تتكون محاصره غير عند اصحاب المهنه، تتكون بحال نقولوا حنا هذاك السكري تتكون عارفه هذاك الموظف اللي غادي يقول ما كاينش السرير، عيب باش تقول ما كاينش السرير
وكتدفع هذيك السيده كتولد برا، كتولد في الزنقه. هادشي كنا كنشوفوه شحال هذه، كيجي غير بالصدفه. مثلا المراه جاها لوجع كتركب في الطاكسي او كتركب في السياره، كيقول لك ملي كتوصل لباب السبيطار تقول لك ما عندكش الحق، خصك تطلب لامبولانس، لان كانت لامبولانس كاينه. دابا علاش كيجيبوا الناس العائلات ديالهم في السياره؟ لان ولاو تعيط في لامبولانس، كتولد المراه وكيجمعوها الجيران وكلشي، ولامبولانس ما كتجيش ما كتجاوبش. هذا حتى هو مشكل ديال وزاره الصحه. مثلا كيجي مريض ديال الحمى، ابسط حاجه ماشي هي بسيطه، الحمى صعيبه جدا، لكن الولد او المراه او الراجل كتطلع عليه السخانه، بعض المرات كتطلع غير من البرد، بعض المرات كتطلع من شي حاجه مثلا من الزايده، من شي حاجه عضويه داخليه كتطلع ديك السخانه. في بعض الدول كيخافوا من السخانه ملي كطلع. ملي كيجي المريض للمستشفى وتيقول ليه فيه سخانه، تيقول ليه سير عطيه، دير ليه رجليه في الماء ولا دير له كمادات، وما كيلقاش اللي كيهضر معاه. شكون اللي كيلقى؟ كيلقى هذاك السيكوريتي، وكيلقى هذاك الموظف اللي كيكون حارس عند الباب ديال المستشفى وما كيبغيش يدخله، لانه حتى هو ولو انه موظف بسيط، ولكن الوزاره بكاملها عطاته الحق انه يتجبر على المريض، مع ان المريض عنده حق باش يدخل المستشفى وهي ديالي، لانه كيدفع فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كيدفع حقه في ديك المستشفى اللي ما خلاش يدخل ليها هذاك السيد، اللي هو لو كان حتى هو عارف أنه غادي يكون مصيره بحاله لو كانوا تبدلوا الأماكن غادي يكون نفس المصير. مرض السكري اللي كيجي كيكون طالع عليه السكر، تيخصو اللي عتقو ويعطيه واحد الحقنة باش ياخد ينزل السكر، لأنه تيكون واشك على الموت. بعض المرات يكونوا اطفال صغار عندهم السكر او عيالات كبار او المهم مرض مرضى السكري تيكونوا في خطر، خصهم ضروري يدخلوا للمستشفى حتى هما كيتوقفوا، ما كاينش اللي كيهضر معاهم. ابسط الاشياء اللي هي السيده اللي كتجي تطلب حبوب منع الحمل، ملي كتمشي للمستشفى اللي هو ديال الحومه ما كتلقاش اللي غادي يتجاوب معها، كتبقى جالسه باش تجي وتاخذ الكارني وتدخل وتاخذ هذيك الحبوب اللي هي من حقها والدوله عاطيها لها فابور بدون اي مبلغ. كتلقى الممرضه ما كيناش في الغرفه ديالها باش تعطيها هذاك الدواء اللي من حقها، اللي غي منعها تحمل، لان هذا الوقت ما بقاش، خصها تزيد، لان فين غتزيد؟ ما كاينش، هي براسها جايه تطلب حبوب منع الحمل باش ما تولدش، لان ما عندها فين تجيب هذوك الدراري، ما عندها فين تجيب هذوك الدراري اللي غيقدروا يكون واحد النهار من هاد الناس اللي البنت كبر وتبغي تولد وما تلقاش فين تولد، وقدر ولد من ولادها يكون عنده القلب او السكري او وتقدر تكون كبروا هاد الدراري، ويكون بزاف ديال المسائل اللي ممكن تخيلوها في راسكم، اللي المراه كتشوفها عند الجيران وكتشوفها مع راسها، وكتشوف حتى ضعف الفلوس ما عندهاش الماده والفقر، كتقول نمشي ناخذ هذوك حبوب منع الحمل، ما كتلقاش اللي كيعطيها، وما كتلقاش واحد الاستقبال من عند الممرضه اللي كنقولوا لها الحمامه البيضاء، اللي كيكون قلبها ابيض، اللي كيكون قلبها عاطفي، اللي حنون، لان جاي عندها مريض، لكن هو كيتالم وهي كتالم معاه. هنا خاص الوزير يفكر مزيان ويشوف ان هذا الشيء راه غادي وكيتكاثر، ويشوف الحل ديالو شنو هو. انا كنقول الحل ديال المشكل المطروح هو يدير واحد الندوه صحفيه ويجلس فيها هذا الوزير باش ينقي نفسه من نظرات ديال الشعب، لانه هو دابا المباشر، حنا ما نقولوش الملك وما نقولوش مثلا وزير، نقولوا رئيس الحكومه، حنا غادي نحيدهم على جنب، غادي نقولوا غنشوفوا غير المهنه ديال هذا الوزير، لانه مهنته كبيره والمهنه ديالو اكيده مهمه جدا لصحه الشعب. يقول لهم انا بغي ندير واحد الندوه، الى طلب ندوه ويدخل ويطلع مباشره على التلفاز اي قناه من القنوات، ويقول لهم وشوف الناس غادي تجلس وغادي تتفرج فيه وغادي تسمع منه، يشرح فيها العوارض اللي كتجي صحيحه ولا غلطه، ولا غلطه علاش غلطوا هاد الشعب، لانه كيخاف، ولا صحيحه ها هي الاسباب اللي جات، علاش غادي يدير الاسباب، غاديش الناس تنوض، لا
غادي يقولوا حنا غنوقفوا جيبوا لنا شي حاجه بديله ديالها، وغادي يكونوا معاه، ما يكونش غير بوحدو، غيكونوا معاه واحد النواب كبير ديال الناس اللي عندهم العلوم ديال الطب، اللي هم فاهمين الطب شنو هو ودارسين الخبايا ديال الطب، ويكونوا ناس من الناس اللي عندهم شنو غادي نقولوا، الناس اللي عندهم علم بالامراض اللي جايو بالفيروسات وبالامراض اللي كانت واللي كيظنوا انها غادي تجي، غادي يكونوا معاه في الندوه وهو يقول وهما يصحوا، ويكونوا معارضين لبعضهم ويوصلونا الحل، ماشي يدخلوا القناه ديال التلفاز ويبداو يتضاربوا ويخليونا حنا نبدا منين نسالي ونطفي والتلفازه نبداو نقولوا لا راه هذا قال وهذا عبر عليه وهذا، لا خاصهم يخرجوا لنا بواحد الحل اللي هذا يقول ايه ممكن يكون هالسبب وهذا يقول لا ممكن ما يكونش، وحتى انتنا نكون واثقين فيهم، واثقين في هذا وزير الصحه لانه جاب لنا هاد الناس وهضر لنا على هاد الشيء، ماشي يخرج ويضادنا ويقول لنا اجباري جواز. ومنين يخرجوا لنا بواحد الحل يديروا بحال بعض الدول اللي هي مثلا كيجي عندها المواطن وكيقول هو من تلقاء نفسه انا بغيت نتلقح الجرعه الثانيه او الثالثه او الاولى، انا عمرني ما تلقحت، جيت نتلقح الجرعه الاولى. ملي تيجلس معاه الممرض بكل احترام وكل لباقه كيعبر ليه الطونسيون وكيسولو على الامراض اللي عنده والحساسيه اللي كتكون عنده واللي ممكن يتعرض لها الى كيضرب البرا، او هو من الناس اللي ممنوع عليهم البرا لان كاينين بعض الناس اللي ضربوا كيضربوا اي شوكه كتدخل في الجسم ديالهم وكيموتوا، هادو معروفه عندهم. كاينين بعض الناس اللي عندهم حساسيه من شي حاجه لان هذا التلقيح فيه مواد متكونه مختلفه، ممكن تجي مع واحد الجسم ممكن تجي مع جسم اخر، انا كنبسط الكلام باش ما الكل مني كيسمع يفهم الموضوع. المهم كيقوموا بواحد ملي كيكون المواطن كيدليب ببعض الحوايج، مثلا تيقول انا عندي الضغط، انا عندي حساسيه من بيليسينين، انا عندي حساسيه من كذا، انا عندي حساسيه، كياخذ الممرض بعين الاعتبار واحد الاستماره وكيمليها يمليها يمليها، وكياخذ قياس ديال الضغط وكيشوف واش عنده السكري واش عنده الكلى واش عنده هادي واش عنده ضعف النظر واش عنده السمع مزيان، اشياء كيسالوك عليها كتقول انا جاي ندير تلقيح، علاش كيسولني على هاد الشيء بعيد، وانما كياخذوا بعين الاعتبار الحوايج، وكيعطيه الورقه ديالو تيقول ليه تنتظر لغايه ما يجي الرقم ديالك وغادي تدخل عند الرقم اللي غادي توصل ليه. هاد الرقم اللي حنا غادي ناكدوا عليه كيعني انه هذيك الاستماره دخلت الكمبيوتر وكيفليوها وكيعرفوا هذا عنده وهذا ما عندوش، هذا خصو يدخل عند هذا الطبيب وهذا خصو يدخل عند هذا الطبيب، كيدخل كيقول له انت ممكن ندير لك التلقيح او لا، وكيعطيه ورقه وكيمضي فيها على اساس انه خصو يدير له التلقيح، او لا تيقول له انت ما خصكش دير التلقيح الا بعد ما يكون عندك هاد التحاليل، غادي دير هاد التحاليل وتخرج لينا يخرج لنا الجواب وغادي نعطيوك التاريخ وغادي دير التلقيح. المهم ملي كيخرج تيديروا للتحاليل اللي هما شاكين فيها كيهزوه وكي ياخذوا الرقم تليفون ديالو كيصيفطوا له انك مسموح لك دير التلقيح في اليوم كذا كذا، او انك ما غاديش دير التلقيح لانك معفي منه وغادي تجي تاخذ ورقه الاعفاء. هادو كاينين في بعض الدول، هي طريقه اجباريه لكن باحترام المواطن، كيخليه هو تيقول لا انا خصني نشوفوا ليا شي حل باش ندير التلقيح لان غادي نبغي نسافر وغادي نبغي ندير وغادي خصني هذا الجواز ديال التلقيح. هذا اولا. كيف قال السي حميد المهداوي، قال بان المغرب كيتوفر على بعض بين قوسين على الذهب والفضه والنحاس والفلاحه والملاحه والحديد وبعض المعادن اللي كتخلي الثروه ديال البلاد قويه وكتعطي المجال للشعب انه ياخذ تطبيب فابور ويعيش واحد العيشه مزيانه ويعيش واحد الحياه ديال الرفاهيه والاحترام والتقدير، ويكون هاد الشعب هذا عنده واحد المكانه وعنده واحد الحريه في
التعبير ديالو وفي الجسد ديالو يكون عنده حر انه الجسد ديالو يبغي يتلقح او ما يتلقحش. وحنا كنعرفوا المغاربه كيكونوا متضامنين على اساس شي حاجه اللي هي في مصلحه البلاد، لان هذا التلقيح هذا راه مصلحه البلاد، لان هذا الفيروس هذا هذا الفيروس كينتشر، وبعد تجربه هذا الفيروس كينتشر غير مجرد انك تدخل الغرفه، مجرد انك تدخل الغرفة اللي عنده المناعة ما كيتأداش، واللي ما عندوش المناعة كيتأدى. وانا هذا عن تجربة شخصية، كتدخل الغرفة ما فيها حد، ما كتسلم على حد غير الناس جالسين، وما كتسلمش عليهم بالايد، وانما النفس ديالك كتنشر هذاك الفيروس وكيعطي واحد الانتشار سريع جدا. اللي كيتمنع انه ما يتشدش عنده هذا الفيروس هو الانسان اللي كتكون عنده المناعة قوية. وكنسمع لاني انا في دوله غير المغرب، كنسمع ان داك اللقاح هو عباره عن قوه المناعه باش الجسد ديال الفيروس ما يدخلش الجسد ديال الانسان، لانه الا دخل كيقدر يتركز في الحلق، يتركز في القلب، يتركز في الريه، وهو بزاف كيمشي الريه. هذا علاش كيعطيو هذاك اللقاح مانع ضد الفيروس، وكيقوي المناعة باش تكون قوية جدا وكيتصدى هاد المرض وهاد الفيروس الفتاك. ثانيا بعد هاد الدولة اللي انا فيها كينوضو الانسان اللي جاتو الكورونا كيعطيو واحد الجرعة كيضربوها ليه في الوريد، هو عبارة عن سيروم مقوي ولكن تضرب في الوريد. ملي كيتضرب هاد السيروم في الوريد كيتصلوا بك في التليفون الممرضين والدكتور اللي كان في المناوبة هذاك اليوم. انت مجرد ما كتدخل ما كتفكرش ان الاسم ديال الدكتور تعرفه، وانما كيكتبوا لك في الملف ديالك وكيعطيه لك باللفظ انه انا الدكتورة او الدكتور فلان، انا غادي نتبعك في هاد الحصة هذه ديالك حتى تبرأ. كيقبطوك وكيعطيوك هذيك الجرعه وكيقولوا لك قبل ما يعطيو لك واش ممكن تاخذها ولا لا. الناس اللي سابقين كيقولوا لك الا عطاوك هذاك الجرعه خذها، هذاك المقوي خذ، ولا ما عطاولكش انت طلبوا. ملي كتطلبوا وكتاخذوا كيبقاو تابعينك واش لاباس، واش ما عندك مشكل، واش القوه ديالك مزيانه، بعد ما كتخلص من عندهم هذاك الحجر الصحي اللي كتكون عندهم مده حسب الجسم ديالك تخلص من الفيروس. ملي كتعيط ليهم كيعيطوا لك وكتقول لهم لا الامور طيبه، كيقولوا لك نصيحه انك ما تاخذش الجرعه الثالثه حتى يفوت 3 اشهر وزياده اسبوع، او 3 اشهر واقفه على هذاك السيروم، لانه كان عنده واحد المناعه قويه ضد الجسم ديالك باش ما يتلقاش مره ثانيه الفيروس، او باش ما يطورش الفيروس في الجسم ديالك، وكيقويك وكيمنع الفيروس يدخل لك بعض الاعضاء الداخليه اللي هي في الجسم ديالك. هاد البادرة هادي ما كيناش في المغرب، مع ان احنا ممكن نديروها، لان الوزير الصحة بامكانه انه يدخل بها ويدخل بها قوي ويعطي الناس الفرصة انهم يتعالجوا، ويعطي الناس الامان انهم يتيقوا فيه. مثلا هاد المشكل اللي دوينا فيه ديال هاد الحل اللي دوينا فيه ديال هاد السيروم، انا تلقيته وانا دابا كنتسنى امتى تسالي 3 شهور ديالي ونزيد على واحد الاسبوع، لاني انا بغيت نزيد هذاك الاسبوع كوقايه لنفسي باش ناخذ الجرعه الثالثه. هذا ما كاينش عندنا في المغرب، ويا ريت ويا حبذا ان وزير الصحه يدير هاد البادره هذه. هو ماشي الشعب ديالو، هو الشعب ديال جلاله الملك، لكن هو كشعب اللي هو يحافظ عليه، لانه شعب مواطن، شعب كامل انه كيحافظ عليه كمسؤول قدام الله، وما خصوش يكون مستبد، وما خصوش يكون حقود، وما خصوش يكون امر، لان الامر لله وحده. ولكن كنساو اننا احنا ان الحكومه هي اللي كتناوب على المقاعد ديال الوظائف، اللي هي عاطية الحق لهاد الناس وكتخبى وراهم وما عندهاش مشكل. بعض المرات ملي كتشكي ولا شي حاجة كيلقى المدير ديال المستشفى او مدير المدرسة ان داك الكلام اللي قال داك السيد ما عندوش الحق، ولكن
نقد به هو لانه ما كانش حاضر او كان جالس مع الاستاذه او المعلمه او المعلم، او ما كانش قاع جاهز هو سد عليه الباب كيهضر في تليفون، او هذاك الشاف ديال مصلحه من المصالح هي اللي نقدت هذاك السيد من هذيك من هذاك التواصل بينه وبين هذاك المريض اللي جاي باغي يدخل المراه ديالو المستشفى تولد، او باغي يدخلها تاخذ دواء، او باغي يدخلها دير علاج. لقى هذاك الموظف الفضولي، هذاك الموظف اللي حتى هو بدوره ما فكرش، وقال راه هاد السيد هذا راه نقدر نكون انا بلاصتو ويكون هو بلاصتي ويقدر يدير معايا هذا الشيء. ماشي، وقلي انا ما تنهضرش ان كاينين ما كاينينش الناس اللي كيتعاملوا مزيان، وانما كاينه بعض الفئه من الناس اللي كيفيق الصباح وكيلبس وتيقول وحنا غاديين تاني نضاربوا مع هذوك المواطنين، ما نسى راسو انه حتى هو مواطن، انه عنده حق يدخل هذاك المواطن بحدود. كاينين بعض القوانين اللي كيفرضها تتفرضها اداره او مصالح حكوميه على المواطن، انه مثلا يدخل الا كانت عنده مصلحه، مثلا عندك ولدك او عندك المريض او خصك تدخل غير بوحدك، ما تكونش واحد الفوضى، وانما ما كنتهاجموش بها، وكنبقاو نقولوا حنا جايين هاجمين جايبين معنا المريض وداخلين، وعنده حق انه هو جالس، ونحترموا له الوظيفه ديالو، ونقولوا لا هاد السيد جالس هنا اللي قال لنا كاين، ولكن ما عندوش الحق يتحدى الحدود ويقول ما كاينش الدواء ما كاينش الطبيب، عامر الدنيا بلاتي نشوف. ولكن الا مكنا ليه واحد القدر من المال مكمش، مثلا تنقولوا 20 درهم مكمشه، كيشدها وكيبسط لنا وكيقدر يمشي معنا كاع ويخلي الباب بوحدو ويوصلنا فين بغينا. لا هو ولا السيكوريتي، اللي السيكوريتي المفهوم ديالو في المغرب ديالنا ما عندوش واحد التقنيه، غير بغيتي دير سيكوريتي سير تسجل هنا. بعض الدول الاخرين كيطلبوا يكون عنده الباك ديالو ويكون تقني بامتياز، ويكون يتحمل التعب ديال الخدمه ديالو وباش يخدم، وتيجي عاد كيعطيوه واحد الدروس اللي هي على حسب المكان اللي كيخدم فيه، وزارة الصحة يا بنك يا مصالح أخرى، يا حتى تيكون مثلا في متجر ديال الشوكولات ولا متجر ديال الألعاب ولا متجر ديال الملابس، حتى هو تيكون عنده واحد التقنية كيعرف كيفاش يتعامل مع كل مواطن جاي لمكان مختلف على المكان ديالو، لدرجة أن اللي كيكون ممتاز كيكون عنده حظ كيخدم مثلا في هذا المصلحة وكيسالي منها وكيديوه مصلحة أخرى، تتكون عنده واحد الخبرة عامة وكيستنتج منها نقطة واحدة، أنه كيعرف يتعامل مع الموظف المريض أو مع الناس العموميين كيف ما هذه المصلحة لهذه المصلحة. هنا تنقولوا للشعب المغربي الله يكون في عونك مع هذا وزير الصحة، هاد وزير الصحة نعاود نقولها لثالث مرة، المستبد اللي كيحكم راسو، اللي طلع ولقى المصلحة ديالو وما بغاش يحل المشكل ديالو، خصو يخرج ويقول لهاد الناس سمحوا لينا راه حنا غادي نديرو اختياري، لان عندكم حق في كل جسد ديال كل واحد عنده حق في الجسد ديالو، استسمح كل واحد عنده الحق في الجسد ديالو، بغى يدير جرعة عندك حق، ما بغيتيش عندك حق، لأسباب ما عندك الحق، لأسباب غير عندك الحق. لكن اللي ما كنشوفوش هو أن كاينين بعض الناس في العالم أنه ما عندهمش الحق ياخذوا هاد الجرعات ديال 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 الكورونا، اللي خصها تكون عندها واحد الوثيقة أن معفي، ورقة إعفاء مثلا، عنده شي دواء، ما عندوش الحق باش يضرب البرا، المراه الحامل، المراه اللي كترضع كتاخذ واحد الورقه، لان الا بغات تسافر او لا بغات تنقل ماشي اجباري ان يكون عندها اللقاح. وهاد الاجباريه ديال اللقاح يكون عندك الجواز باش تنقل من مدينه لمدينه، يا اخي ديروا لنا جواز يكون ديال بزاف ديال المصالح اجباريه، اللي ممكن مثلا بحال الهجره من المدينه من القريه للمدينه لازم تكون عندها جواز
وهذا حتى هو عند حق الانسان يتنقل، غير هو ما يجيش ويعمر واحد البلاد اللي ممكن ينشر فيها المشاكل ديال المضاربة ومشاكل ديال الجهل. كنتمنى المغاربه كاملين يتحدوا يد واحده وبطريقه حبيه نحاولوا نكونوا حتى حنا بعين بعض الدول اللي كتعطي واحد الفكره، ولو ان حنا الناس الحكومه راه ما كيبغيوش منا هذا الشيء، لانهم ولفونا حنا كنديروا الفوضى عاد كيخرجوا، ويخرج جلاله الملك ويوضح لنا هذا المشكل هذا، ويخرج قبل منه وزير الصحه وهذا رئيس الحكومه، ويسحب ديك الكلمه ديال نربيهم، لان المغاربه باقين حاطين عليه انه باغي يربيهم، وما يبقاش يدفع من تحت لتحت الناس اللي يخرجوا. كنا مره يوم يخرج لنا وزير الصحه، وغدا يخرج لنا وزير التعليم، وبعده يخرج لنا وزير النقل، وحنا هكا واحد النهار غيخرج لنا وزير النقل ويقول لك ممنوع تنقلوا، خصكم حتى تدفعوا طريطه ديال الكار او ديال الطاكسي او الكريمه ديال هذا. كنتمنى الناس تكون واعيه وعارفه كيفاش تتكلم وعارفه كيفاش توصل، لان هذه الفوضى هما اللي باغيينها تكون، باش يكون عندهم الحق انه يديهم طول على الشعب المغربي، باش يقولوا انهم هم اللي فوضويين، هم اللي داروا. من حقك انك تتكلم بصوت مرتفع توصلوا، لكن بطريقه، ولكن بالفوضى لا. وكنتمنى من وزير الصحه، الهضره كلها على وزير الصحه، نتمنى منه يطلع ويعطي الحل ويوضح شنو هو المشكل ديال هاد الناس اللي كتخرج وكتقول ان هاد اللقاح هذا ماشي صالح وما مزيانش. واليوم درنا هاد الفيديو، وخليكم حتى الفيديو الثاني ان شاء الله غادي يكون كنتكلموا عليه على هاد اللقاح بطريقه اخرى، اولا كنهضروا على موضوع اخر. وجزاكم الله خير، وكنتمنى ديروا لايك وتفاعلوا مع هاد الفيديو.